ومتى قال الشعر؟ كان يتمتع بحافظة وذاكرة، لاحظ، قل نظيرها، فبدأ الشعر يجري على لسانه في وقت مبكر. أحمد شوقي هذا. ما السبب؟ دائما من تقرأ طلابنا تقرأ لك شاعر، اعرف أنت قاعد تقرأ عن هذا الشاعر، لأن تقرأ ممكن تقرأ الأسئلة بس أنت تنسى أنه قاعد تقرأ على يا شاعر. أوكي، ما السبب في نفي الشاعر أحمد شوقي؟ النفى أحمد شوقي، شنو السبب نفوه؟ ربطته علاقة وثيقة مع الخديوي توفيق وابنه هو عباس، فضلا عن علاقته مع الزعيم المصري ومصطفى كامل، وبسبب ذلك نفي إلى أسبانيا، يعني سياسيا. متى عاد إلى مصر وبماذا بويع الشاعر أحمد شوقي؟ عاد إلى مصر عام 1919 بعد 7 سنوات، بويع أميرا للشعراء. من هو لقب أمير الشعراء؟ أحمد شوقي، في احتفال حضره الشعراء العرب وأبدأها. أوكي، سؤال وزاري هذا، ما هي الأعمال الشعرية والمسرحية للشاعر أحمد شوقي؟ أعماله الشعرية الشوقيات بأربعة أجزاء، اثنين، وعدد من المسرحيات الشعرية منها كليوباترا وقمبيز ومجنون ليلى وعنتر. تمام، دير بالك عليه عندني. سؤال ستة، متى اعتزل قول الشعر ومتى توفي الشاعر أحمد شوقي؟ في السنتين الأخيرين من حياته اعتزل قول الشعر، مهم هذا. طبعا القصيدة الأهم والقصيدة المباركة. قصيدة ولد الهدى لأحمد الشوقي، ولد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان المتمسم وثناء، الروح والملأ الملائكة حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء. لاحظ هنا أنا طلابنا، أنت براحتك ايش قد تحفظ احفظ، هي للحفظ 7 أبيات. شلون تجيني من عندها؟ تجيك كلمة من عندها، مثلا العصماء ارجعها للبيت الشعري، انت ترجعها من عنا. اوكي، معاني المفردات مهمة حسب ما شفناهن، كل سنة يعني يجي من عندهن. الهدى المقصود هنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الروح جبريل، دير بالك عليها، زانتك زنتيك وجملتك، سخوت جدت الأنواء، سخوت جدت الأنواء، المطر الغزير. لاحظ هنا تحليل القصيدة بالنسبة لكل شاعر، تحليل قصيدته جدا مهم. أوكي، سؤال، ماذا عبر الشاعر؟ لأن دائما الأسئلة الوزارية تجي من التحليل. ماذا عبر الشاعر أحمد شوقي في قصيدته؟ مهم، عبر فيها عن احتفاء الأرض والسماء بميلاده صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الملائكة يتقدمهم جبرائيل عليه السلام يحفونه لحظة الولادة ويبشرون الدنيا به. سؤال اثنين، على ما اعتمد أحمد شوقي في استعراض صفات الرسول؟ اعتمد على جمال لغته وعلو أسلوبه ومخيلته المتوهجة التي جعلت الأشياء تبتسم. خاف يقول لك، جعل الأشياء تبتسم وتزهو وتزدهي، فضلا عن الاعتماد على قوة الكلمة في التعبير عن المعنى، لأنه اعتمد على جمال لغته وعلو أسلوبه ومخيلته المتوهجة. تمام، خاف يقول لك، جعل الأشياء تبتسم. ما الألفاظ التي استعملها أحمد شوقي في قصيدته؟ استعمل الألفاظ الضخمة الرنانة، الروح، الملأ، الملائك، عرش القيامة. لاحظ، خاف يقول لك عدد لي اياهم شنو ذني. ماذا نلمس في قصيدة أحمد شوقي؟ شنو نلمس؟ نلمس في القصيدة عاطفة حب وإعجاب بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد بلغت من القوة مبلغا لا حد له. شنو نلمس له؟ ما دفع الشاعر إلى جعل الأشياء كلها تهتز وتتحرك طربا وإنشادا بهذا اليوم المبارك. وصلنا إياكم للشاعر محمد مهدي الجواهري. طبعا ناخذ 3 شعراء أو 4 حسب. محمد مهدي الجواهري، من هو الجواهري؟ وأين ومتى ولد؟ أو شاعر لقب بنهر العراق الثالث، أو لماذا سمي بالجواهري؟ هاي الأسئلة كلها تجي على هذا الشاعر. هو محمد مهدي الجواهري ولد في النجف الأشرف عام 1899. كيف نشأ؟ نشأ الجواهري في أسرة عريقة في العلم، طبعا مهمة هذه، كيف نشأ ولماذا سمي الجواهري؟ في أسرة عريقة في العلم والأدب وشعر تعرف بآل الجواهر.
نسبة إلى أحد أجداد هذه الأسرة الشيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح، ليش سموه؟ لأن أسرته تعرف بمن؟ بالجواهر. نسبة إلى أحد أجداده صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. مهم هذا؟ أي مهم. تمام؟ متى نظمت جواهر الشعر وعلى منكب؟ يعني عليه شن اللي اطلع عليه؟ نظم الشعر في سن مبكر وأظهر ميلا إلى الأدب، فانكب على قراءة التراث العربي القديم شعرا ونثرا. متى غادر جواهر العراق وإلى أين؟ غادر العراق عام 61 إلى لبنان، ومن هناك براع ثم إلى بغداد في نهاية عام 1968، مشاركا في الحياة الأدبية مشاركة فاعلة مو ذات أهمية كلش. هل كانت جواهري منسجما مع الأجواء السياسية؟ يعني كان سياسي؟ لم يكن منسجما مع الأجواء السياسية وقت ذاك، فقرر مغادرة العراق ليعيش يعني شو الموضوعنا هسه؟ شرد مني أنا. بم لقب الجواهري؟ بمن لقبه؟ لقب بشاعر العرب الأكبر واحد، وبنهر العراق الثالث. يعني الثلاث شني؟ شاعر العرب الأكبر ونهر العراق الثالث، وأيضا هو اسم الجواهري. عدد الدواوين الشعرية للجواهري. شنو دواوينه؟ ذن مهمات طلابنا، بريد الغربة أيها الأرق، وبريد العودة. أوكي، أين ومتى توفي الجواهري؟ في دمشق بسوريا عام 1997. قصيدته يا دجلة الخير للشاعر محمد مهدي الجواهري، طبعا حفظ سبعة أبيات. حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، أني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. أنت براحتك طلابنا الأعزاء، هو الحفظ سبعة أبيات، أنت تحفظ سبعة تحفظ خمسة تحفظ براحتك. أوكي، لكن أنا دائما أفضل أنه تنحفظ القصيدة كاملة، لربما تجيك كلمة مثلا، نفرض مثلا ارجع الكلمة إلى البيت اللي انقالت فيه مثلا الشراع، وانت مثلا حافظ بس خمسة، شلون هنا منين راح تجي؟ وين تخلي الشراع؟ تخليها بالبيت الثاني؟ ما صير. أوكي طلبنا، معاني المفردات: ظمآنا عطشانا مقيل وقت النوم ظهرا. معاني المفردات مهمات. الدهاقين لفظ فارسي معناه التاجر، الدهاقين معناه التاجر. تحليل القصيدة مهم. ماذا تعد قصيدة جواهر يا دجلة الخير؟ تعد قصيدة يا دجلة الخير واحدة من أهم القصائد في الشعر العربي الحديث. أوكي، ماذا تجمع قصيدة يا دجلة الخير للشاعر الجواهري؟ تجمع كل مشاعر الغربة والحنين للوطن والاشتياق له، وتظهر فيها الطبيعة الإنسانية في ثورتها وهدوءها. سؤال وزاري، هذا رقم ثلاثة، لحظة. ماذا تعبر قصيدة يا دجلة الخير، أو ماذا عبر فيها الشاعر؟ عن ماذا عبر طبعا؟ تعبر عن شوق الجواهري إلى وطنه وإلى دجلته وإلى ضفافها أو اصطفاق أمواجها. متى كتب الجواهري قصيدته؟ كتبها عام 62، حين كان يمر بأزمة نفسية حادة أثر اضطراره لمغادرة العراق هو وعائلته. طبعا هنا أيضا عندنا سؤال وزاري: بماذا يبدأ الجواهري قصيدته، وبم يكنيها، وما دلالة التسمية؟ يبدأ قصيدته يا دجلة الخير، القصيدة مالته، خاف يجي كيشي، ويكنيها بمن كناها؟ يعني صاحلها أبو من أم من؟ هاي الكنية أم البساتين. الدلالة للتسمية: للدلالة على الخصب، وكأنه ينادي محبوبته. تمام، ماذا تجسد قصيدة يا دجلة الخير؟ دائما تجسد مهمة.